وحدتنا البحثية أين نحن في المكان والزمان؟ يتوقع منك عزيزي المتعلم أن تحقق الأهداف الآتية خلال هذه الوحدة: اللغة المكتوبة، القراءة والكتابة، أن تقرأ النصوص ذات المستوى المناسب لك باستقلالية وبثقة وبفهم، ثم تحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص، ثم تكتب مقالاً وصفياً لإنشائك. بالنسبة إلى اللغة المرئية، فتستخدم شبكة المعلومات في البحث عن مواضيع ذات صلة بالحضارات الموجودة داخل المملكة الأردنية الهاشمية. أما بالنسبة إلى اللغة الشفوية، فستعبر بوضوح وبلغة سليمة عن شخصية مشهورة من خلال تقمص دورها، ثم تعرض مشروع الوحدة أمام زملائك بلغة سليمة ومفهومة مراعياً عناصرها. بداية سنبدأ باللغة الشفوية. ستوظف مهاراتك البحثية للتحدث عن أهم الحضارات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن مفهوم الشكل. مهارة القراءة: سنبدأ بقراءة نص بعنوان مدرسة السلط الثانوية. الهدف من النص هو أن تقرأ النص حسب معايير القراءة الصحيحة، ثم تجيب عن أسئلة الفهم والاستيعاب بشكل صحيح. ضمن استراتيجيات التعلم النشط ومفهوم الشكل. أما بالنسبة إلى مهارة الكتابة، ستوظف مهاراتك البحثية لاختيار شخصية مشهورة تخرجت من مدرسة السلط الثانوية، مبيناً أثرها في تقدم البلد ورفعته، وتعرضها أمام زملائك مستخدماً برنامج العروض التقديمية أو من خلال استراتيجية لعب الأدوار، بحيث تتقمص الشخصية موظفاً مهاراتك التواصلية للقراءة والكتابة. مهارة الكتابة: كالتأملات، بحيث يقوم الطالب بإبداء رأيه في كتابة تأملات وقصص وأفلام ورحلات تعليمية وغيرها. أما بالنسبة إلى التعبير الموجه، فسيكون مثل الرسالة والمقالة والسيرة الذاتية. الإملاء سيتم تنميتها من خلال إعطاء حصص الإملاء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في كتيب الإملاء. بالنسبة إلى المهارات النحوية، فسنبدأ بمراجعة أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف، ثم سنبدأ بأزمنة الأفعال الفعل الماضي والمضارع والأمر. المهارات الإملائية ستكون في همزة الوصل وهمزة القطع، وكيف نميز بين همزتي الوصل وهمزة القطع كتابة. أما المهمة الكتابية التي ستستمتع بها كثيرا، ستكون من خلال كتابة مقال وصفي عن حب الوطن، حيث تتغنى في حبه، ثم ستقوم بالتدرب على كيفية كتابة الصور الفنية التي تشوق القارئ لقراءة المقال موظفا مهاراتك البحثية. أرجو أن تكون في صحة وعافية وتستمتع من خلال مهاراتنا خلال هذه الوحدة.